هناخد جولة كده مرورية سريعة مع حضراتكم في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة. النهاردة تحديدا هنبدأ من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري اكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع كوبري هنلاقي ان الكثافات دي بدأت تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش، لسه مكملة لحد مستشفى العباسية، وتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. هنروح شارع الموسكي هنلاقي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع طبعا ان يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. في شارع رمسيس في اتجاه العباسية، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات. الكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة تعالوا كده نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى وفي كثافات مرورية هناك متقطعة ومكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري روضة هنلاقي ان في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف كده شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل واصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي ان في كثافات مرورية كبيرة بس بتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة. لو انت متجه من اكتوبر الى منطقة المهندسين ممكن انك تاخد طريق محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه اي كثافات وهيوصلك لميدان سفينكس بمنتهى السهولة. اما لو جاي من اكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم يفضل محور المهندس شريف اسماعيل لان فيه سيولة مرورية كبيرة وهيوصلك في دقائق. تعالوا كده نروح مع بعض الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع تيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي إن فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. محافظة سوهاج، تعالوا كده نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان هنلاقي ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية اعلى نهر النيل. كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات نسبية وفي كثافات ايضا بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة كده متوقع أن تشهد بعض المناطق أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وهتكون رعدية وبالتالي هتكون مثيرة للرمال والأتربة. متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة النهاردة توصل في القاهرة ل 36 وده طبعا في الظل درجة، وأعلى درجة حرارة متوقع تكون في أسوان 43 درجة، وأقل درجة هتكون في مطروح 32 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه.